نعيش فيه. هل من حلول اقتصادية اليوم عاجلة حتى نخفض شوية من هالإحساس اللي يعيش فيها التونسي اليوم؟ شهرية ما عادش تكفي في المقابل أنه قاعدين نشوفه في غلاء يومي على مستوى المشتريات على مستوى السوق التونسية. الأستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية ديما نمشيو للخبراء متاعنا دعا إلى نقطة مهمة. أستاذ الاقتصاد رضا شكوندالي دعا إلى ضرورة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية. هل هذا إجراء اليوم يمكن ممكن للبنك المركزي أنه يمشي فيه؟ نأخذ أكثر تفاصيل تتشويتا. إيكوماك ضيفنا أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية أستاذ رضا شكوندالي. مرحبا أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟ أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين إذاعة ديوان فهم. شكرا، مرحبا سريدا، ديما تعطينا حلول وديما تدعو البنك المركزي لاتخاذ جملة من الإصلاحات وجملة من القرارات لعلها تخفف اليوم من وطأة غلاء المقدرة الشرائية اليوم للتوينسا والتضخم المالي اللي احنا نعيش فيه. الفائدة المديرية ونسبة الفائدة المديرية دعيت البنك المركزي للتخفيض في نسبة الفائدة، علاش وعلاش اليوم نسبة الفائدة مهمة التخفيض فيها أستاذ رضا شكوندالي؟ هو في الحقيقة علاش أثرت هذا الموضوع أنا؟ لأنه المجلس إدارة البنك المركزي اجتمع قبل ما تخرج الأرقام متاع التضخم المالي لشهر جويليا. يعني هو اجتمع في 31 جويليا والأرقام على مستوى التضخم المالي شهر جويليا خرجوا المعهد الوطني للإحصاء يوم 6 أوت. علاش هذه أعتبرها غلطة، معناها غلطة كبيرة؟ علاش؟ لأنه هو القرار نتاعه اللي استند عليه على أساس إبقاء على نسبة الفائدة المديرية بدون تغيير هو على أساس أنه في شهر جوان نسبة التضخم المالي ارتفعت مقارنة بشهر مي. وبالتالي يقوله يقول لك أنا نخاف أنه التضخم المالي يزيد يكمل في الارتفاع وبالتالي أنا نزيد نطريف. ما نخلش القرار اللي خلوه تقريبا كل معنى جل البنوك المركزية في العالم ماشيين نحو التخفيض في نسبة الفائدة، حتى بالنسبة للبنوك المركزية اللي نسبة الفائدة تاعهم ضعيفة جدا كما البنك المركزي المغربي اللي هو تقريبا في الشطر ولا حتى أقل من الشطر نتاع نسبة الفائدة المديرية تاعنا في تونس في التخفيض. التخفيض علاش؟ لأنه الاقتصادات العالمية بصفة عامة ومنهم الاقتصادات نتاع الدول النامية شهدت نوع من الركود الاقتصادي بعد الأزمة تاع الكوفيد وبعد الصراع في أوكرانيا. لتنشيط الاقتصاد لدفع النمو الاقتصادي أغلب البنوك المركزية في العالم مشيت في التخفيض على مستوى نسبة الفائدة، لأنه ترفيع نسبة الفائدة هي كلفة إضافية بالنسبة للاستثمار للمستثمرين، وبالتالي باش يشجعوا المستثمرين على إقدام على عملية الاستثمار مشيت البنوك المركزية في التخفيض على مستوى نسبة الفائدة المديرية. احنا نعيش كذلك في ركود اقتصادي، احنا نعود نفكركم لكونه نسبة النمو الاقتصادي 0.4%، وهذه السنة في بداية هذه السنة الثلاثي الأول لهذه السنة 0.2%، وبالتالي احنا قاعدين نشهد في ركود اقتصادي كبير برشا في تونس. كيف الفرصة الوقت اللي يلزم البنك المركزي يقدم على الخطوة الشجاعة وهي التخفيض في نسبة الفائدة المديرية؟ علاش؟ لأنه احنا شنو القطاع اللي هو يتضرر برشا من الارتفاع هذا نتاع نسبة الفائدة المديرية؟ لو نتذكروا انه هالنسبة هذه غيرناها 11 مرة منذ 2011 معناها رفعنا فيها 11 مرة. هذا شكون اللي ضر؟ ضر القطاع اللي هو في فرنسا يقولوا سيلو باتيمون فا تو فا، قطاع البناء والأشغال العامة. القطاع هذا يغذي عديد المهن الصغرى والمتناهية في الصغر كما النجار وكما الحداد وكما البني وكما المنيجري الألمنيوم وكما هذا القطاع هذا لا يعطي حيوية للاقتصاد التونسي بصورة كبيرة وكبيرة جدا. القطاع هذا لا نشوف الخمس سنوات الأخيرة كلها هناك تراجع كبير وكبير جدا لهذا القطاع، وهذا
أعطى نوع من الانكماش الاقتصادي في تونس هو تراجع النمو الاقتصادي. وبالتالي يلزم البنك المركزي يمشي في هالخطوة. ولكن أنا نعطي في الأخر شنو هو كيفاش نخمم. أنا مش فقط نسبة الفائدة المديرية هي اللي باش تعطينا دفع للنمو الاقتصادي، فما إجراءات أخرى تنقولوها في الأخر. ولكن أنا حبيت نقول أنه حتى التراجع متاع نسبة التضخم المالي من 7.3 إلى 7% هذه راهي مش معناها الأسعار قاعدة تتراجع. أتنسيون ما نفرحوش برشا، على خاطر احنا كي نشوفوا التضخم المالي الهستوريك تاع التضخم المالي وصلنا احنا تقريبا في بعد سنتين كاملين ارتفاع متواصل للتضخم المالي منذ شهر مارس 2021. وقتها كان التضخم المالي ضعيف 4.8%، مشينا في منحة تصاعدي مستمر كل شهر زيادة إلى أن وصلنا إلى مستوى نتاع الأسعار عالي برشا. نسبة التضخم المالي في شهر فيفري 2023 10.4% كاملة. يعني هذا مستوى عالي وعالي جدا من التضخم المالي اللي يخلي مستوى الأسعار يوصل إلى مستوى عالي ما نجمش يجريه المواطن التونسي، لا يقدر المقدرة الشرائية نتاعه انخفضت بصورة كبيرة وكبيرة جدا. يعني يقولوا احنا الشيء يوصل اللحم إلى الكيلو اللحم إلى 45 و50 دينار، هل نسق الجنوني؟ خاطر شنو التضخم المالي؟ هو نسق ارتفاع تاع الأسعار. يقولوا وصلنا لسبعة، احنا توا سبعة مش معناها أنه الأسعار انخفضت، رو النسق نتاع الارتفاع نتاع الأسعار هو اللي انخفض. لكن احنا كي وصلنا لمستوى عالي راهو مازال قاعد الأسعار قاعدة طالعة، ولكن طالعة بنسق أقل من قبل. فوالا من قبل معناها مش الأسعار راهي عاودة انخفضت. 7% هو الريتم، هو 7% الريتم توا، معناتها الريتم تاع المواصلة في الارتفاع. فوالا صحيح. هنا شو يعني 7%؟ هو في الحقيقة راهو المواطن التونسي ما يهموش في 7%. علاش؟ لأنه 7% فيها اللحم وفيها الخضرة وفيها التوابل وفيها الزيوت وفيها كذلك الأورديناتور وفيها التلفزة وفيها الفريجيدير. ومش كل يوم يشري في التلفزة ويشري في الفريجيدير. والتلفزة والفريجيدير وقت تغلى مرة في الخمس سنين وقت يجيب ياخذ مش مشكلة. أما المشكلة نتاعو شنو هو؟ هالمواد الأساسية الضرورية الحياتية الغذائية اليومية اللي قاعدة تغلى اللي يشري فيها يوميا. هي شنو هي؟ نشوفوهم، نشوفو شنو أحوالهم هذوما. إيش نلقاو لهنا؟ نلقاو أنه اللحم الضان مثلا ارتفعت الأسعار نتاعو ب 24% في شهر جويلية، يعني أكثر من 3 مرات. واللحم ولحم البقر ب 16.3%، والأسماك الطازة 12.7%، هذو كل فوق 7%، والزيوت الغذائية 21.8%، والتوابل 16%، والخضر 9%، الملابس 10.3%، الدواء 13.3%، الكتب المدرسية 14.9%، نفقات الدروس التدارك 15.6%. هذا شو معناها؟ معناها كي نقول راهو شهر جويلية، راهو شهر جوان حتى هو كيف كيف، وشهر ماي كيف كيف، وشهر أفريل كيف كيف، يعني ديما عندنا زيادات. المهم احنا تو شنو هو؟ المواطن التونسي كيف هذوما ما يسموه احنا في الاقتصاديين الانزلاق التضخم المالي بالانزلاق السنوي. شو معناها؟ معنى جويلية تاع 24 مقارنة بجويلية تاع 2023. المواطن التونسي كي تقول له راهو الاسعار زادت ب 7% مقارنه بشهر جويلية تاع 2023، يقول لك انا نسيت الاسعار وقتها. تفكر وقتها شو يتفكر الاسعار تاع الشهر اللي فات تعد. يعني يلزم المقاربه اللي يمشي فيها المواطن التونسي واللي يحس فيها يوميا هي الانزلاق الشهري وليس الانزلاق السنوي. في الانزلاق الشهري هذا اللي باش يوري اسكو لي بري قاعده طالعه بالحق ولا قاعدة تتراجع. يعني نشوفوا أنه بالإنزلاق الشهري نسبة التضخم المالي قاعدة ترتفع كل شهر. أو نعطيه مثلا 2024 شهر جانفي عنا 0.6%، شهر فيفري عنا 0.2%، شهر مارس 0.7%،
شهر أبريل 0.9%. إيش معناها 0.9%؟ معناها راهو الأسعار مقارنة بالشهر اللي قبله زادت ب 0.9%، ماي 0.5%، جوان 0.5%، وجويليا 0.4%. إيش معناها هذا؟ معناها إنه هذوما كي نجمعوا الكل بين جوان في جوان نعرفوا قداش. يعني تدخل ماي قاعد يطيح، قاعد طايح ولا طالع، ما نفرحوش برشا، راهو الأسعار قاعدة طالعة. قاعدة كل شهر وهي تزيد. يعطيك الصح، معناها المقدرة الشرائية نتاع المواطن التونسي راهي قاعدة تتراجع من شهر إلى شهر آخر، في كل شهر قاعدة تتراجع بالتوالي. البنك المركزي إيش عمل؟ جاء وقال نسبة الفائدة نحطوها معناها انشانجي على مستوى 8%. لكن هو وقت اللي يعمل الديسيزيون تاعو البنك المركزي شنو يعتبره؟ التضخم اللي منين جاي؟ حسب رأيه هو جاي من شطط على مستكسي، معناها شطط على مستوى الاستهلاك الخاص. وش يقول لك؟ يقول لك التوانسة قاعدين يستهلكوا برشا، ويستهلكوا خاصة في المواد الموردة، وذاك علاش العجز التجاري تاعنا قاعد يتفاقم، وبالتالي الدينار قاعد يتراجع وهذا يعطينا تضخم مالي. هذا واقعيا صحيح ولا مخالف للواقع؟ هذا مش صحيح، غير مخالف. علاش؟ اولا العجز التجاري مش قاعد يتفاقم، قاعد يتراجع وقاعد يتحسن من شهر لشهر، قاعد نشوفوا به. احنا مشكلتنا في العجز الميزان التجاري هي العجز الميزان الطاقي هكا ولا؟ صحيح، انا باش نجي كانت يعني مشكلتنا احنا باهي، والعجز التجاري هذا موش جاي من المواد الاستهلاكيه نتاع التوانسه، هو جاي اساسا من الطاقه ومن العجز الطاقي اللي هو يوزن تقريبا 80% واكثر من 80% من العجز التجاري. بروبليم تاع طاقه، وكذلك المواد الاوليه ونصف المصنع اللي انا ماناش قاعدين نتجو فيها، والتجهيزات اللي مش قاعدين نتجو فيها، وبالتالي هذاك فما عندنا فيهم عجز. اش معناها هذا؟ معناها فما ان بروبليم دو دابروش تاع البنك سنترال، المقاربه غالطه معناتها. يقول لك مقاربه، يقول لك انا نزيد في نسبه الفائده. علاش؟ باش التوانسه ما عندهمش الكثير الكريدي، يقولوا ينقصوا في الاستهلاك الخاص على مستوى المواد المورده، وتولي تحسن لي العجز التجاري واموري مرقله. بس برا زيد انت في نسبه الفائده، شو تحب انت؟ ما تنقص الاقتراض ولا؟ شكون اللي قاعد يقترض هو في الحقيقه؟ هو الدولة اللي قاعدة تقترض بما من البنوك. يعني تزيد في نسبة الفائدة تو الدولة باش تنقص في الاقتراض نتاعها، ما شفناش، خاطر شفناه بالعكس، العكس هو اللي حصل. قد ما نسبة الفائدة تزيد، قد ما البنوك الخاصة من مصلحتها باش تسلف الدولة، على خاطر تصور فلوس برشا، خاطر نسبة الفائدة عالية. وبالتالي الدولة تلقى الإمكانية نتاع الاقتراض من طرف البنوك الخاصة في تونس، تولي خاصة عندها صعوبات على مستوى تعبئة الموارد الخارجية، تستسهل الحكاية. وبالتالي أنت كي تزيد في نسبة الفائدة، الاقتراض ما ينقصش، وأنت ماشي في ذلك باش ينقص. فوالا، العكس. المشكلة، المشكل ماهوش مشكل طلب، هو مشكل عرض. ها باش نفسر العملية كيفاش. لكن أنت البريوين موجودين، الأسعار موجودين، ما في سوق السلع والخدمات ولا؟ أي. اللي وقع شنو؟ احنا انتهجنا سياسات اقتصاديه اللي هي تعرقل في الانتاج، تعرقل في النمو، والدليل انه احنا النمو نتاعنا ما 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 ارتفعش اكثر من 0.5 في الـ بعد الثوره، ديما في في الزيرو فرجول ولا. هذا ايش يعني؟ يعني انه هناك عوائق كبيره على مستوى الانتاج، على مستوى النمو الاقتصادي، اللي هم البيروقراطيه، مناخ الاعمال، الاجراءات الاداريه، قوانين المعطلة، الجباية العالية، نسبة الفائدة العالية اللي هي كلفة استثمار عالية كبيرة برشا، فهمتني؟ هذوما الكل قاعدين يعطلوا في الإنتاج. وقت اللي الإنتاج نتاعك أنت في السوق ينخفض، العرض ينخفض، وعندك الطلب هو بيدو، والأسعار تطلع ولا؟ كي تطلع الأسعار، الدولة قبل أشكاش تعمل؟ تعدل السوق باش بالتوريد، تجيب المواد، تجيب البطاطا، تجيب الطماطم، تجيب كذا، تغرق السوق وتولي الاسعار تقعد هي. لكن الدوله عندها مشكل نتاع تسديد ديون. اش تعمل؟ الفلوس هذوك تمشي تخلص بهم الديون. وبالتالي نلقاو احنا الفرينه مش موجوده، ونلقاو السكر مش موجود، ونلقاو العديد المواد الاستهلاكيه اليوم. كي تمشي تاخذ دواء في الفارماسي يقول لك هذا ما عنديش،
القطعه نتاع كهرباء تعطلت الكهرباء باش تبدلها يقول لك ما عندناش فهمت الى اخره. هذا كله استاذ رضا شكون هذا الكل تحدثت عليه اليوم. بنك المركز يضم عديد الخبراء، هل هو عدم وعي؟ ما نتصورش اليوم عدم وعي من الخبراء هذوما بالمرحله وبالاجراءات هذيا اللي تحدثت عليها، وما نتصورش اليوم مسكرين وذنيهم على ما يقوله الخبراء كما سيادتك اولاد الجامعه التونسيه وغيره. علاش البنك المركزي رغم هذا اليوم ما مشاش في هذا القرار، قرار التخفيض؟ تصورش اليوم ما يعرفش اليوم لمستوى الاستثمار في تونس واقف الانتاج نتاعنا ما معرقل وغيره، علاش الخطوة هذه ما يمشيش فيها البنك المركزي حسب رأيك؟ أنا نحترم القامات الموجودة على مجلس إدارة البنك المركزي وقامات مشهودة لها بالكفاءة، وكذلك محافظ البنك المركزي قام من القامات على الاقتصاد التونسي، هذا ما فيه حتى أدنى شك. ولكن على مستوى الاقتصاد هي مقاربات، كل واحد كيفاش مقتنع. السياسة تلعب دورها في الموضوع أستاذ رضا شكوندالي. كل واحد هي قراءات، كل واحد واحد في الفوتبول، واحد مقتنع بكات كات دو، واحد مقتنع بلا ما نعرفش بكات روا، ما نفهمش مليح في الكورة. لكن الخطط كل واحد ما واحد يقول لك الخطة الدفاعية أفضل، واحد يقول لك الخطة الهجومية أكثر، هي مقاربات وقناعات. ما تنجمش أنت معناها تقول هذوما راهو مش كفاءة، لا كفاءة في ميدانهم، وهم مقتنعين بجدول السياسة النقدية والترفيع في نسبة الفائدة المديرية، هذه قناعاتهم في مجلس إدارة البنك المركزي. ولو أنه من الأفضل أنا حسب رأيي هو التنويع على مستوى مجلس إدارة البنك المركزي، واختيار من له قناعات في على مستوى السياسة النقدية الحاضرة ومن له يعني مؤاخذات على هذه السياسة. هذا يلزم موجود التنوع على مستوى مجلس إدارة البنك المركزي، والمحافظ مطالب بالتنويع على مستوى المجلس حتى تتوضح الرؤية. أما أن تضم مجموعة متكاملة اللي هي مقتنعة بجدوى السياسة النقدية، فبالتالي القرار سيكون في هذا الإطار، بالرغم من أنه على مستوى العالم هناك توجه في أغلب البنوك المركزية العالمية بعدم جدوى السياسة النقدية في أوقات الانكماش الاقتصادي. ونحن نعيش في هذا الوقت، وقت يبدأ عندك انكماش اقتصادي أرى السياسة النقدية الحاضرة ما عندها حتى إفي، وبالتالي تمشي في السياسة متاع التخفيض مش السياسة متاع الترفيع. واضح. أنا هذه نقطة. النقطة الثانية اللي أشرت لها سياستك هي الطاقة. احنا عندنا كي نمشي ونتبعوا احنا البنك المركزي في التوجه نتاعو ويقول لك مشكلة، عندنا مشكلة نتاع عجز، هذيك هي اللي خلقتنا نوع من التضخم المالي. العجز نتاعنا وين موجود؟ في الطاقة. وبالتالي علاش احنا ما نتوخوش سياسة طاقية على مستوى البنك المركزي، وإقرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز مباشرة من طرف البنك المركزي بنسبة فائدة صفرية تعطى للعائلات التونسية والمعامل والمصانع التونسية. شو معناها نسبة فائدة صفرية؟ معناتها ما نخضعوش لذاك انا نحب نعمل دي بانو فوتوفولتايك عليه، خاطر الفاتوره تاع السلك تجي غاليه هكا. لكن احنا اليوم اللي يمشي للفوتوفولتايك يدفع برشا فلوس الحقيقه. ايه هاو كيفاش؟ انا تو مثلا ننطلق من التجربه نتاعي، انا جاتني شركه حاب نعمل فوتوفولتايك، قالوا لي يلزمك انت 4.3 كيلوات. اي قداش يلزمهم؟ 15 مليون. 15 مليون هذوك خمسة يلزمك ندفعهم أنا كأوتوفي أوتوفينانسمون، و10 ملايين تخلصهم على 7 سنوات لستيك. عبارة فاتورة شهرية. كي نجيو نحسبوا على 7 سنوات ال10 ملايين قداش يولوا؟ يولوا 13 مليون مليون و650. 13 مليون و650 على الانتيري قداش؟ 3 ملايين و650 على 10 ملايين قداش؟ هذوما 36%. شكون ياخذهم؟ مش ستيك في الحقيقة. ستيك تتسلف من عند البنوك وتعطي معنى البنوك هي الرابحه في الموضوع. معناها مشروع وطني اللي هو باش ينقص من العجز الطاقي ويسهم في تقلص الاسعار يربح البنوك التضخم المالي، يحبوا البنوك يربحوا فيها حتى هما. لا طيب هي المشكله. اذا كان احنا نحيو كانوا البنك المركزي يقرض مباشره ستيك بدون فائده، العائلات التونسيه والمعامل والمصانع
باش تولي الكلفه كل تاع الفوتوفولتايك تنقص ويقبلوا العمليه هذه. لا تولي العائله التونسيه الفاتوره نتاع ستيك تولي لها تنقص لها برشا، وتولي المقدره الشرائيه نتاع العائله التونسيه تتحسن، والمعامل والمصانع وقت تنخرط في عمليه الفوتوفولتايك الكلفه نتاع الطاقه نتاعها تنخفض، وبالتالي هذا ينعكس على الاسعار ويعطينا تخفيض على مستوى الاسعار. هكا ولا هذه مو البنك المركزي المهمه الاصليه نتاعو شنو هو؟ مقاومه التضخم المالي، مقاومه الارتفاع نتاع الاسعار ولا هي هي طريقه هاي فرصه مهله مهله ما فيها حتى شيء، وما يخسرش البنك المركزي. علاش؟ خاطر وقت يقرض مباشره الستيك هما باش يرجعوا له فلوسه عن طريق العائلات وعن طريق المؤسسات، ما كانش الستيك قص عليهم الواحد. وبالتالي البنك المركزي مش يخسر حتى شيء، عنده طريقة معناها تقول أنت مضمونة 1000% اليوم البنك المركزي مش يقوم بها. وعليش اليوم نقص شوية من لجوء المواطن للاقتراض ويمشي البنوك وغيره؟ هاي الطريقة سهلة جدا اليوم ينجم جوزوا بها عديد الصعوبات. شكرا لك أستاذ رضا شكوندالي، نورتنا يفضلك. شكرا لك ديما تعطينا قراءة مفصلة ودقيقة واضحة. اليوم خدينا معها علاش اليوم أستاذ رضا شكوندالي دعا البنك المركزي لتخفيض في نسبة الفائدة المديرية على ربما خطى عديد البنوك في العالم اللي خذت الخطوة هذه، خاصة في الدول النامية اللي تعاني مشكلة على مستوى الانتاج متاحة. يلا موصل معكم لقانا، مرحبا بكم. نحكيه على حقيقة خبر ودار على الريزو سوسيو، انفجار توهج شمسي عنده أثار سلبية وكبيرة جدا على الأرض. وفما شكون مشاه وقال أنه